كيف يمكن أن يجعل الصيام جهازك المناعي أقوى بل ويساعد أيضا في إبطاء الشيخوخة؟ لطالما ارتبط الصيام بفقدان الوزن، ولكن الأبحاث العلمية الحديثة تكشف أنه يفعل أكثر من ذلك بكثير. يساعد في تجديد الخلايا المناعية، يقلل الالتهابات، يحمي أيضا من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل العدوى، السرطان، وأمراض المناعة الذاتية. في هذا الفيديو سنستكشف معا ماذا يحدث لجهازك المناعي مع التقدم في العمر، كيف يساعد الصيام والحد من السعرات الحرارية في تجديد الخلايا المناعية وتحسين الصحة العامة للإنسان ومكافحة الشيخوخة. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. النهاردة عندنا حلقة عن الصيام، وهو بحث مرجعي يعني لامم عشرات الأبحاث العلمية اللي اتعملت عن الصيام، ودي أبحاث حتى مش معمولة يعني على الصيام الإسلامي اللي هو الانقطاع عن الماء والشرب فقط، ولكن هي معمولة عن حاجة اسمها الصيام المتقطع اللي هو 16-8، اللي هو بتصوم 16 ساعة عن الأكل وتفطر 8 ساعات، شبه الصيام الإسلامي بالظبط، ومعمول على حاجة اسمها الكالوري ريستريكشن اللي هو انخفاض السعرات. فاحنا لو ضمنا الاتنين دول على بعض، البحث المرجعي ده، هنقول إن هذا الكلام ينطبق على الصيام الإسلامي اللي مفيهوش يعني اللي فيه خفض للسعرات، يعني اللي ما بيجيش في الفطار ويدبها على الآخر ويديها كنافة ويديها قطايف وفي السحور ياكله يعني قد كده يعني ويدب، لا. الصيام المتقطع، وناس كتير سألت عليه، هو الصيام المتقطع هو 16 ساعة صيام، 8 ساعات فيهم فطار، وجبات يعني تقلل بقدر الإمكان من الوجبات. الحلقة بقى والبحث اللي معمول النهاردة عن كيفية تنشيط الجهاز المناعي بالصيام، والجماعة الكبار في السن ياخدوا بالهم من الموضوع ده عشان المناعة بتقل عندهم مع تقدم في السن. إيه اللي بيحصل بقى للجماعة الكبار لما جسمهم بقى بيكبر ومناعتهم بتقل ازاي؟ ايه اللي بيقل عندهم؟ بيقل عندهم 3 انواع من اهم خلايا الجهاز المناعي. خلايا التائية التي سيل، ودي بتاعة العدوى. اي ميكروبات جاية لك من بره، فيروسات، حاجة هتهاجمك، كورونا، برد، انفلونزا، غيره غيره غيره، كل حاجة دي خلايا التي، دي بقى الايه اللي بتتعرض بتتصدى للغزاه الاجانب. طيب خلايا تانية اسمها خلايا البي، خلايا البي، البي سيل، هي دي اللي بتنتج أجسام مضادة، ديت مصانع إنتاج السلاح، مصانع إنتاج الذخيرة والسلاح، ماشي، أجسام مضادة يعني ننتج صواريخ وقنابل وقذائف مدفعية، ماشي، اللي هتستخدمها الخلايا في إنها تقتل الحاجات المهاجمة. طيب في بقى خلايا اسمها الناتشرال كيلر سيلز، الخلايا القاتلة الطبيعية، هي اسمها كده، سموها كده الجماعة الأجانب، الخلايا القاتلة الطبيعية، دول بقى الجنود والعساكر والمفتشين العسكريين، دول هتحمي يعني من كل حاجة، وبالذات بتحمي من خطر الإصابة بالسرطان. فإذا هؤلاء الـ3 أنواع من الخلايا بيضعفوا وقوتهم بتقل وعددهم بيقل مع السن، ولذلك مناعة الإنسان بتقل ضد مقاومة الأمراض. الجماعة الكبار يجي لهم فيروسات وكورونا وأنفلونزا أكتر، عرضة للإصابة بأورام السرطان والحاجات دي أكتر من ما كانوا في السن الصغير. حاجة تانية بقى بتحصل في الجسم مع السن، وهي المسؤولة عن الشيخوخة بإجماع كل الباحثين، حاجة اسمها الانفلام ايجينج. ايه المصطلح العجيب الأجنبي دي؟ ده مجمع من كلمتين، انفلام يعني التهاب، ايجينج يعني الشيخوخة او التقدم في السن، التهاب المصاحب للتقدم في السن. هتقولي ده التهاب المفاصل، اقول لك لا. طب التهاب رقبتي؟ لا. طب امال الفقرات؟ لا يا باشا، ده دي التهابات كده في الاماكن بتاعتها ومعروفة. طب لكن التهاب في جسمك كله، كل ده حاجة كده، عارف
زي موتور العربية اللي بقاله سنين شغال، هو ما فيهوش حاجة في الموتور ولا في الكربراتير ولا في مجموعة التبريد ولا في مجموعة المعرفش ايه، لكن هو على بعضه كده بقاله 15 سنة شغال، تلاقيه تعبان، ما تقدرش تقول هو زيه زي الموتور اللي لسه طالع من الشركة. في ايه؟ لا، هو عجوز، لكن ما فيش حاجة فيه تعبانة. طب ايه بقى الالتهاب الشيخوخي ده؟ ده هيدمر كل العمل، زي الموتور ما بعد شوية بتلاقي خلاص كل حاجة فيه عمالة تضرب، شوية تلاقي معرفش ايه ضرب وشوية تلاقي معرفش. فالتهاب ده احنا ما نقدرش نتجنبه خالص، لم تصل العلم البشري ان يتجنب هذا النوع اللي اسمه انفلاميجينج ده، ولكن وجدت ابحاث كتير انها بس تقلل من يعني منه شويه. ده ايه ده يا عم؟ علينا شويه. ماشي، زي ايه؟ زي مثلا انت ما بتحافظ على الموتور بتاع العربيه وتحافظ على العربيه وما تخليش حد يقعد كل شويه يسوقها والكلام ده، وده اي حد يعني يلعب فيها، تبص تلاقي ايه نسبة الـ الاستهلاك بتاعها وتعيش فترة أطول شوية، تعيش بصحة أحسن، عربيتك تقعد معاك كام سنة اللي قاعدهم قبل ما تبيعها ولا تكهنها ولا أي حاجة، تقعد معاك إيه كل ما تدورها تدور. هو ده بقى الإنفلاميجينج ده، هو عملية كده بتحصل معانا كلنا مع السن، العجز، الشيخوخة، تمام. فطبعا العملية دي كلها هل للصيام دور في يعني التغلب عليها؟ يعني مش طبعا التغلب النهائي يعني. له تأثير قوي جدا بالدراسات العلمية المثبتة، والصيام الإسلامي بالذات، لأن هو الصيام الإسلامي ده يا جماعة بيعمل حاجة مهمة جدا اسمها الهرميسز. الهرميسز يعني ايه؟ يعني بيجي على الخلايا ويقول لها احنا دخلنا في حالة خطر، ما عادش الراجل ما عادش لا بياكل ولا بيشرب وهيموتنا كده، احنا هنروح في داهية، لا في اكل ولا في غذاء ولا حاجة، الدم جاي فاضي، اللي جاي فيه اكتر من اللي احنا اقل من اللي احنا محتاجين، ونعمل ايه؟ نخش في مصيبة بقى. فتلاقي حق يعزز حاجة اسمها الهرميسز، اللي هي إحساس الخلايا بالخطورة، تخش في وضع الطوارئ. أنت في وضع الطوارئ ما بتنامش، تبقى صاحي بفنجل، لو عندك حاجة بايظة بتصلحها، عشان هي أنت ممكن تيجي تؤتى من هذه الزاوية، هي الخلايا كده. لو هي في وضع الطوارئ تعزز من حاجة، أول حاجة تعززها حاجة اسمها التهام الذاتي، التهام التنظيف. انت لو عندك طوارئ وجاي لك ضيوف او عندك مشكله، تبص تلاقي، فانت لو عندك مشكله او جاي لك ضيوف او حاجه او عندك حاجه في البيت لازم تنظفها وتروق وترتب وبتاع والكلام ده، فعمليه اعاده او التنظيف ده والكلام ده، دي بيسموها اوتوفاجي، يعني الالتهام الذاتي. الخليه عايشه مدينه بحالها، ما تفكرش ان الخلايا دي حاجه صغيره، فيها اماكن للزباله لا مؤاخذه يعني، بروتينات خلصت شغلتها مرميه، حاجات مش عارف مركونه هنا، حاجات بايظه هنا، اجهزه بايظه، مكان بايظ، فكل ده بيتراكم جوه الخليه، وبتبقى يعني مع السن مش قادره تتخلص من كل هذه المستهلكات، لغايه ما تيجي لحظه كل المستهلكات دي والحاجات البايظه دي والتالفه دي تقضي على الخليه وتموتها وتخلص عليها، وهي دي بقى الشيخوخ اللي احنا بنتكلم عليها، كثره المخلفات والحاجات اللي هي البايظه دي. الصيام بيعزز عمليه اسمها الالتهام الذاتي وتنظيف الخليه من جوه وتشبيب الخليه، اعادتها الى حاله تشبه حاله الشباب. كلما يعني زاد او صمت كويس كل ما الكلام، لكن طبعا قلنا فيش بالشروط برضو اللي احنا قلنا عليها. الصيام بيقلل الالتهاب المزمن الانفلاميجنج اللي لسه متكلمين عنه، فبيقلل المؤشرات الالتهابيه الرئيسيه. زي ايه بقى المؤشرات الالتهابيه الرئيسيه؟ واحد مرتبط بامراض المناعه الذاتيه، امراض المناعه الذاتيه اسمه TNF alpha،
واحد تاني من أهم العوامل الرئيسية المرتبطة بالأمراض المرتبطة بالعمر، يعني السكر والأمراض اللي بتيجي بقى مع كبر السن دي، واحد اسمه IL6 انترليوكن 6، واحد مؤشر على أمراض القلب اسمه سيري أكتيف بروتين CRP، الناس بتوع تحليل CRP عشان تعرف إيه نسبته قد إيه. فكل ديات إيه مؤشرات التهابية بيقللها الصيام، يعني بيقلل مناعة ضد السرطان، بيزود المناعة يعني بيزود المناعة ضد السرطان، بيزود المناعة ومقاومة الأمراض المزمنة، بيحسن صحة القلب. بيقول لك بقى ايه اللي من الدراسة دي، ان لقوا ان الصيام المتقطع لمدة 12 اسبوع، 12 اسبوع يعني كام شهر دي، 3 اشهر، 3 اشهر لمدة 3 اشهر صيام متقطع لمدة 3 اشهر، احنا بنصوم شهر بس ده الفرض اللي علينا، لكن ممكن تزود 6 ايام في شهر شوال، ممكن تكمل بعد كده اثنين وخميس. فالعملية دي بتقلل ل 3 اشهر، بتقلل المؤشرات الالتهابية بنسبة 40 إلى 50%، للنص ما شاء الله، نسبة كبيرة جدا. ما حدش يقدر يتغلب على الحاجات دي على فكرة، ما حدش يقول لك أنا هوصل ل 100% وخلاص أنا هرجع، لا ما فيش الكلام ده، كل حاجة بتقدر تتغلب بنسبة بسيطة بس. الصيام بيجدد خلايا جهاز المناعة، فبعد 72 ساعة من الصيام، 48 ل 72 ساعة، في نوع من الصيام كده بتصوم 3 أيام ورا بعض، بس ده النوع ده بيشرب مية، يقعد من 8 يومين أو 3 أيام صايم خالص مفيش أكل، بس يشرب مية ويشرب حاجات ما فيهاش سكر، يعني لو شرب شاي يشربه غير سكر. فالجسم بيبدأ في الحالة دي ينتج خلايا دم بيضاء جديدة، وينشط خلايا اسمها الخلايا الجذعية، يعني بيبدأ ينشط خلايا الجهاز المناعي بقى. إيه دي عامل زي اللي إيه، يروح مدخن نفسه عمره مره واحده كده، يعني ايه يخش كده دوره تنشيط للجهاز المناعي مره واحده، 3 ايام صيام على طول يروح منشط كل بقى الخلايا الجهاز المناعي اللي احنا اتكلمنا عليها دي. ولكن احنا صيامنا الاسلامي بيعتمد على الوصول الى هذا الامر تدريجي، نظرا لان لا يستطيع الكل ان هو ايه يعني ان هو يعمل الحكايه بتاعت الصيام ال 3 ايام ده. فبيقول لك لهذا السبب يتم البحث في استخدام الصيام كأداة لتعزيز علاج السرطان، يعني احنا هنعالج السرطان وهنستخدم معاه الصيام المتقطع ده علشان نحسن من استجابة الجسم مثلا للعلاج الكيماوي، اهم حاجة نحسن من استجابة الجسم للعلاج المناعي، اتكلمت انا في حلقات قبل كده عن العلاج المناعي والحاجات دي، يحسن من استجابة الجسم للقاحات، يعني انت لو بتاخد تطعيم لحاجة معينة جسمك التطعيم ده يا جماعة عشان ينشط الجهاز المناعي، فالجهاز المناعي بقى شغال صح يتنشط كويس. طيب الصيام بقى والوقاية من الأمراض، هل ممكن الصيام يساعد في الوقاية من الأمراض؟ ايه بقى يا سيدي، ايه الأمراض اللي احنا ممكن الصيام يساعد في الوقاية من هذه الأمراض؟ أول حاجة السرطان، أورام بجميع أنواعها. فالصيام بيخلي الخلايا السرطانية أكثر ضعفا أمام العلاج، يعني إيه؟ لأن الخلايا السرطانية دي أكثر خلايا تتكاثر، وأكثر خلايا محتاجة سكر، وأكثر خلايا محتاجة غذاء، فأنت لما بتصوم بيبقى الغذاء قليل، فبتبقى عرضة لأن هي يعني تموت بسرعة أكثر، اللي بيتكاثر بسرعة ده متقدر عن الأكل يموت بسرعة برضه. الخلايا السليمة تقدر تستحمل، تقدر تستحمل فترة الصيام لأن هي ما بتحتاجش التغذية الرهيبة اللي بتحتاجها خلايا السرطان دي. فبيعزز الاستجابة المناعية لمضادات الأورام اللي دي قلناها، اللي بيساعد الصيام قصير المدى في تعزيز الدفاعات المناعية ضد العدوى البكتيرية والفيروسية، تمام؟ وده الصيام بتاع شهر رمضان من أنواع اللي هي تعتبر قصيرة المدى نسبياً. بيقلل من شدة الأمراض الالتهابية زي التهاب المفاصل الروماتويدي، في نوع من التهاب المفاصل اسمه الروماتويد، وده مش الروماتيزم، ده نوع التهاب بيبقى أشد من الروماتيزم شوية. بالنسبة بقى لمرض السكر وأمراض القلب، ودايما لما بنتكلم عن السكر بنتكلم عن الضغط وبنتكلم عن القلب، لأن يعني أبحاث كتير قالت لك الخط ده كله مرتبط ببعض، الضغط والسكر والسكر والضغط والكلام ده كله ايه سكة واحدة، هنبقى نيجي في حلقة نتكلم على الموضوع ده.
فبيقول لك ان الصيام بيحسس حاجه، بيحسن حاجه اسمها حساسيه الانسولين، تمام؟ فده بيقلل مقاومه الجسم للانسولين. ارجعوا بقى للفيديوهات الدكاتره المختصين في الكلام عن السكر، بس هيقول لك بقى بالظبط مقاومه الانسولين دي شكلها ايه. بيخفض الكوليسترول الضار اللي هو ال LDL، وبيقلل التهابات الشرايين، فبيقلل امراض القلب. فطبعا دي شيء جميل قوي. انواع الصيام بقى اللي هم بيتكلموا عنها في البحث المرجعي ده اللي لم مبحث كتير، فبيقول لك اول نوع الصيام المتقطع اللي هو ايه يا سيدي، اللي هو 16 8 16 بتاعنا، يعني بتاعنا ماشي، لمده 16 ساعه صيام و8 ساعات اكل والكلام ده، وده بيقلل احسن حاجه، بتدعم المناعه وبتقلل الالتهابات. في نوع حميه 2 5، حميه 2 5 دي بتاكل الطعام بشكل طبيعي لمده 5 ايام، تاكل عادي 5 ايام كده وتمام التمام، وتيجي بقى يومين تروح صايم، مقلل قوي قوي السعرات الحراريه، صايم قوي يعني، تمام. فده وممكن برضو تشوفوا فيديوهات موضوع الايه انواع الصيام المتقطع ده عشان الايه التفاصيل بتاعتها. انا اللي اعرفه كويس موضوع الصيام اللي هو 16 8 ده، 2 5 ده ان هو تيجي تصوم يومين جامد، ده يعني ايه 48 ساعه انقطاع خالص، ده ما شفتش حد عمله يعني، بس بيعملوه. في بقى الصيام المطول بقى اللي هو بقى ايه بتقعد 24 ل 72 ساعه، مش بس مش مقلل بقى يعني زي اللي فات 2 5 اليومين دول كنت مقلل بتاكل بس مقلل سعرات قوي، لكن ده بقى من 24 ل 72 ساعه مفيش حاجه خالص، صيام مطول ماشي، مفيش خالص، ميه بس. فده بيحفز بقى، ده اللي يعني بيزود الاوتوفاجي اللي هو الالتهاب الذاتي ده، وبيجدد الخلايا المناعيه. طبعا اهم من ده كله يا جماعه ان قبل ما تبدا الصيام، واحنا قلناها في حلقه صيام رمضان، لازم تستشير الدكتور اللي بيعالجك. ما ينفعش انك انت تاخد اجراء الصيام، يعني لو بتاخد مثلا بتتابع مع دكتور تغذيه تستشيره ينفع اصلا اصوم ولا لا، دكتور ضغط وسكر والكلام ده وبطنه والكلام ده تستشيره، فانت لازم تستشير الطبيب بتاعك في الصيام اللي هو الانواع الصيام الشديده دي. اذا قال لك اوكي ما فيهاش مشكله معاك، هنخفض لك علاج معين، هنغير لك علاج بعلاج معين، دي ما فيش، قال لك ممنوع، يبقى هو ادرى بالحاله بتاعتك، وبيبقى ساعتها لازم يعني ايه انك انت تسمع كلام الدكتور. كل عام وانتم بخير ورمضان كريم، ويعني إلى لقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.